بالنسبه للجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، فمنح النهارده اللعيبه راحه من التدريبات، وبيستأنف بعد كده تدريباته بكره ان شاء الله استعدادا لمواجهه الزمالك الساعه 9 يوم السبت اللي جاي في استاد القاهره الدولي في الاسبوع ال 21 من مسابقه الدوري الممتاز. كمان معانا خبر عن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الاهلي اللي قال انه احمد الشيخ وجيرالدو لاعبا الفريق هيخضعوا لفحص طبي بكره قبل انطلاق مران الفريق علشان يتاكد من جاهزيتهم بعد ما اشتكوا الثنائي من الاصابه خلال مباراه اسوان امبارح. طبعا الشيخ كان اشتكى من اصابه في كحل الرجل، جيرالدو اشتكى من الام في العضله الخلفيه، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي ده هيتحدد فرص الثنائي يا اما هيشاركوا في المران بكره من عدمه. فطبعا اللعيبه كان مستواهم ارتفع بشكل كبير او تدريجي في الفتره اللي فاتت، فالف سلامه عليهم. طبعا يعني ان شاء الله كل يعني للاسف الاصابات كتيره جدا جدا، اصابات للاسف كتيره في كل خطوط الفريق، لكن يعني ان شاء الله كلنا ثقه، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده ومعود جماهيره على كده، وقت الزنقه بتلاقوا ابطال، ووقت الزنقه بتلاقوا فعلا ناس بتاكل النجيل زي ما بيقول بلغه الكوره. والاهلي بما حضر ان شاء الله باذن الله في المباريات القادمه بدايه من مباريات القمه ايا كان موجود ان شاء الله هيشرف وقادر يحمل فانيله النادي الاهلي.